اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي واخبار الفريق والاستعدادات لمباراه وادي دجله في الدوري العام. طيب تدريب النادي الاهلي انتهى منذ لحظات قليله، لذلك اطير الى ملعب مختار التتش بي الجزيره مع الزميل العزيز كريم احمد مراسل لقناه النادي الاهلي اللي حاضر التدريب النهارده وشاف الاستعدادات يعني المهمه جدا بالنسبه للفريق لمواجهه وادي دجله يوم الجمعه. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحية ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الأهلي. طيب النهاردة احنا بنتكلم يوم الأربعاء، المباراة يوم الجمعة، فأكيد التمرين النهاردة في تفاصيل كثيرة جدا استعدادا لمباراة دجلة. موسيماني هل النهاردة انتظم في التدريبات؟ طمنا على حالة كهربا، كل الأخبار المتعلقة بالفريق النهاردة وما تابعته في التدريب. أنا قدامي حتى اللعيبة خلاص بتعمل استريتشات والتمرين انتهى منذ لحظات. بالتاكيد طبعا يعني يا زميلي محمد نقدر نقول تحدي جديد لفريق النادي الاهلي في مسابقه بطوله الدوري العام. الاهلي ان شاء الله وادي دجله باذن الله النادي الاهلي يكون موفق في هذه المباراه مع الاداء المميز والرائع. بنشوف كل مباراه الاهلي بيتطور بشكل كبير جدا اداؤه، بينضم لعيبه بيغيب لعيبه، لكن هو القوام واحد والتكتيك واحد والاسلوب واحد والدوافع واحد، وده الامر المهم اكيد اللي بيركز عليه بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي. كواليس اكيد كثيره محمد النهارده في تدريب فريق اليوم، بدايه طبعا بالمسحه الطبيه، يعني النهارده كنا متعودين المسحه بتكون رابيد تيست، لكن النهارده اصر الكابتن سيد عبد الحفيظ يكون مسحه بي سي ار ورابط تيست، المسحتين النهارده للاطمئنان على حاله كل لاعبي النادي الاهلي. فقدنا عدد كبير يا محمد خلال الايام الماضيه، لكن الحمد لله النهارده من يمكن الحاجات المبشره جدا والاخبار السعيده جدا ان احنا شفنا النهارده محمد مجدي قفشه ورامي ربيعه متواجدين في التدريب وشاركوا في التدريب. يعني انت عارف طبعا العزل الصحي بيتعب شويه، بيبقى فيه اجهاد على اللاعبين او ايضا كمان كان على بيتسو موسيماني، لكن النهارده الحقيقه شفنا رامي ربيعه ومحمد مجدي قفشه بيأدوا اداء مميز جدا في التدريب، شاركوا في جزء كده من التدريب الجماعي وفي التقسيمه، لكن يعني جرعه بسيطه ما كانتش جرعه قويه، لكن الحمد لله يعني ما فيش اي اصابه وما فيش اي اجهاد ما فيش اي حاجه. رب ان شاء الله باذن الله يشاركوا مع فريق النادي الاهلي خلال التدريبات القادمه ويكون ليهم دور في مباراه دجله. كمان بيتسو موسيماني غاب عن تدريب الامس، لكن النهارده قيادته الفنيه كانت بدايه يعني محاضره فنيه 60 دقيقه. راح متعودين على بيتسو موسيماني في كل تدريب في كل مباراه بيكون محاضراته مطوله، لكن الراجل بيركز بشكل كبير جدا زي ما بنتكلم كل مره محمد على التحفيز والجانب الخاص جدا طبعا بالمباراه اللي بيسجل فيها طبعا او بيقراها بشكل كبير نقاط القوه والضعف بالنسبه لوادي دجله، وبيحترم فريق وادي دجله بشكل كبير، والراجل قال مباراه مهمه جدا وكل المباريات مباراه مهمه لفريق النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله الامور تكون ماشيه بشكل طيب ولعيبتنا تحافظ على نفسها في التدريبات. اكتر من لاعب بقى النهارده حابين نطمن عليهم كل جمهور النادي الاهلي، بدايه طاهر محمد طاهر. يعني طاهر النهارده طبعا نقدر نقول خمس ايام او ست ايام ويبدا طاهر ان شاء الله يدخل في التدريبات الجماعيه. النهارده طبعا بيأدي التدريب التاهيلي جلسات في الجيم، محمود عبد المنعم كهربا كمان النهارده تواجد، ناس قالت كورونا وناس قالت ان كهربا عنده يمكن انتكاسه، لكن كهربا كان عنده نزله برد خفيفه، النهارده شارك عمل المسحه طبعا قبل التدريب، النهارده شارك في التدريب بالكامل وظهر بشكل طيب ومميز جدا. هي طبعا نزله برد اثرت عليه، نزله البرد بقت تقلق يا كريم على فكره. كهربا يكون بالظبط يا محمد، يعني الموضوع بقى صعب جدا، يعني اي حد بيكون عنده اي نزله برد او اي اعراض بسيطه جدا الناس كلها على طول بتروح في ان عنده كورونا. يا رب ان شاء الله موضوع الكورونا ده ينتهي تماما، لان الموضوع مقلق بشكل كبير. وكمان يمكن عايز اقول لك ان محمد هاني كمان النهارده ما شاركش في التدريبات لان عنده نزله برد خفيفه، اكيد الناس هتقول ان محمد هاني عنده اشتباه في كورونا، لكن محمد هاني عنده ايضا نزله برد. انت عارف محمد الجو صعب شويه، والجو يمكن على طول الصبح في شبوره كبيره وفي بروده شويه، فبعض اللعيبه ممكن يبقى عندها بعض الاحساس ده، لكن يا رب ان شاء الله يحافظ على لعيبه النادي الاهلي بالكامل. ده امر مهم جدا، لعيبتنا كمان لازم تحافظ على نفسها خارج الملعب، وده امر بيركز عليه بشكل كبير جدا اللجنه الطبيه وكمان دكتور احمد ابو عبله. يعني يمكن النهارده اول يوم بالنسبه للدكتور احمد ابو عبله قائد للجهاز الطبي للنادي الاهلي، بنوجه اكيد الشكر للدكتور اسامه مصطفى ومن قبله دكتور خالد محمود الابو بدور كبير خلال الفتره اللي فاتت. ان شاء الله باذن الله ربنا يكون مع الدكتور احمد ابو عبله ليتولى القياده الطبيه للنادي الاهلي. طيب كريم بشكل عام بقى زي قبل ما تخش في التفاصيل كريم قبل ما تخش في التفاصيل الفنيه عايزين ناكد على الجزئيه اللي انت شرحتها، ودي جزئيه مهمه جدا. رغم ان الاجراءات الاحترازيه في الدوري المصري انك بتعمل رابيد تيست فقط، لكن النادي الاهلي النهارده اتخذ اجراء ايجابي جدا واحترازي بشكل مهم جدا، ان انت كمان عملت مسحه البي سي ار الطبيه لكل الفريق عشان تطمن مع الرابيد تيست، فده شيء مميز بناكد عليه كمان معاك عشان الناس كلها تبقى فاهمه اللي حصل النهارده. انت النهارده عملت كذا اجراء مش اجراء واحد فقط. بالظبط بالتاكيد يا محمد، طبعا يعني يمكن من خلال ممارستنا ومن خلال تعاملنا بشكل كبير خلال الفتره اللي فاتت الرابيد تيست، يعني انت عارف الرابيد تيست بيظهر سريع، فلو في اي اجسام مضاده ممكن النتيجه تكون مقلقه، لكن البي سي ار هي يمكن الحاسمه والفاصله في ان تكون النتيجه سلبيه او ايجابيه، وده قرار مميز جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ، لان الاطمئنان ده امر مهم جدا ان انت تطمن على كل اللعيبه. ممكن الرابيد تيست يكون اللعيب عنده ايجابي بعديها بساعه لو عمل ثاني ممكن تبقى سلبي، فالامر ده يعني اكيد بيقلق اللعيبه، واي واحد يا محمد بيسمع ان هو بس عنده كورونا او عنده النتيجه ايجابيه الامر
مزعج بشكل كبير وبيأثر على نفسيته. لكن القرار المميز ان انت تطمن على الحاجه. يمكن بيبقى فيها طبعا مصاريف كثيره جدا على النادي الاهلي، لكن الفلوس ما فيش اي حاجه بالنسبه لها على سلامه لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني بالكامل. ده امر مهم جدا حبينا ناكد عليه من خلالك، وانت يمكن اكدت عليه كمان زميلي محمد، وان شاء الله باذن الله المسحه كلها تكون سلبيه لكل لاعبي النادي الاهلي. الامر المهم محمد ان اللعيبه تحافظ على نفسها خارج الملعب. أكيد. داخل الملعب كل اللعيبه يمكن اجراءات على اعلى مستوى هنا، لكن ان شاء الله باذن الله القادم يكون افضل للنادي الاهلي. زي ما انت شايف محمد خلاص التدريب انتهى، ريكفري بسيط جدا لعيبه النادي الاهلي، على امل ان شاء الله بكره باذن الله تدريب النادي الاهلي يكون 3 عصرا، ومنها ان شاء الله يوم الجمعه على معسكر يوم الجمعه ان شاء الله يكون تدريب مباراه النادي الاهلي ان شاء الله امام فريق وادي دجله. في جديد بالنسبه لعمرو السليه، احنا اطمنا على قفشه وربيعه، والنهارده هل قفشه وربيعه كانوا في التدريبات الجماعيه؟ وبرده اطمنا على السليه لو في جديد. قفشه وربيع النهارده تواجدوا وشاركوا يمكن في الجرعه التدريبيه بالكامل، لكن التقسيمه الاخيره شاركوا بجزء بسيط جدا. هو طبعا عمرو السليه اللي يتبقى ان شاء الله يتعمل له مسحه طبيه، منتظرين نتيجتها ان شاء الله، يا رب ان شاء الله باذن الله نتيجته تطلع سلبيه. لكن بجانب السليه وربيع يعني هي بس الانتظار الحاله، بجانب ايضا قفشه ايضا ورامي ربيع، يا رب السليه باذن الله يكون الحاله سلبيه، لان يمكن مش عايزين نفقد حد محمد خلال الايام الماضيه الايام القادمه عفوا من لاعبي النادي الاهلي. لكن بشكل عام كل اللعيبه جاهزه، كل اللعيبه النهارده كان اداء مميز جدا مع بيتسو موسيماني، تكتيك النهارده كان مميز جدا، تقسيمه اخيره يمكن نص ساعه الراجل شرح اكتر من مره التمركزات. احمد رمضان بيكم يمكن بقول لك محمد هاني ما شاركش، لكن النهارده كان في تعليمات صارمه لاحمد رمضان بيكم بعلي معلول، كل لعيبه الحمد لله محمد جاهز، يا رب يحافظ على لعيبه النادي الاهلي خلال الايام القادمه باذن الله. لعيبتنا تكون على قدر المسؤوليه كالعاده، ويستمر النادي الاهلي في سلسله انتصارات مباراه وادي دجلة يعني متوالي كده المباريات باذن الله، ويحافظ النادي الاهلي على لقب البطوله رقم 43. طيب اخر جزئيه، وفي سؤال ثاني بالنسبه لك برده يا كريم، جونيور اجايه بيعمل تاهيل في التيتش، بيعمل تاهيل في النادي، المده ممكن تكون قريبه شويه انه يرجع، لان انا سامع ان احتمال ما يكونش فيه عمليه جراحيه وفي اجراء تحفظي هيتم مع اجايه الفتره اللي جايه. عندك معلومه في الجزئيه دي او لو في جديد بالنسبه لجونيور اجايه؟ بالتاكيد محمد نقطه مهمه جدا، يعني اجتهادات كثيره بالنسبه لجونيور اجايه، لكن انا عايز اكلمك طبعا يمكن لو تدخل جراحي كان يمكن اجايه هيغيب 3 شهور، وده يمكن اللي كان صرح بيه الدكتور اسامه مصطفى، يمكن اتعرض على الطبيب احمد عبد العزيز، لكن اجايه خلاص تم الاختيار ان هو يكون علاج طبيعي وتاهيل. اجايه شهر هيكون علاج طبيعي فقط لا غير، من بعد الشهر يبدا التقييم هل يقدر ينزل جماعي تدريجيا ولا يستمر شويه كمان في التاهيل. لكن الفتره كانت طويله بالنسبه للتدخل الجراحي، لكن ان شاء الله باذن الله جاي مع العلاج الطبيعي ومع البرنامج اللي موضوعه ان شاء الله باذن الله في خلال يا محمد من النهارده لمده شهر ان شاء الله باذن الله هيستمر بشكل قوي جدا للعلاج الطبيعي. لكن بعد شهر هنشوف هل هيتم الدفع بيه في التدريبات الجماعيه او هيتم التحفظ عليه، افضل ممكن يبقى شهر ونص يا محمد، لكن اكيد العمليه كانت هتبقى مؤثره عليه بشكل كبير وكان هيغيب فتره كبيره جدا. لكن يعني بناء على التصريحات الخاصه من الجهاز الطبي 21 يوم ده كان تصريح من الكابتن سيد عبد الحفيظ، لكن طبيا شهر ان شاء الله باذن الله بإذن ثم الله. تحديد اجايه يكون في تدريبات الجماعيه او تمتد الفتره شويه بالنسبه لمحمد. زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا، بالتاكيد اضافات عديده اضافها النهارده معانا كريم في مداخلته، شكرا لك جدا يا كريم. كلام مهم جدا بالنسبه للزميل العزيز كريم احمد، وشرح تفاصيل مهمه جدا متعلقه بالتدريب استعدادا لدجله، وقدر الامكان طمناكم على الحاله وكل الاخبار صوت وصوره حصريه من داخل ملعب مختار التتش.